ايش هو رايك في مردود المنتخب بالزوج؟ والله مردود المنتخب هو قد ما يتحسن الحمد لله، سيرتو الربح تعرف ديما يفرح حاجه باهية. اول مره في الورد ليج معناتها تونس تنتصر في مقابله، هذا حدث نسميه حدث تاريخي خاصه تونس، اول مره تشارك معناتها في مستوى تظاهرات كما هذه. الحمد لله وما في الاخر ختامها مسك، ربحنا بمقابله اللي تقريبا لخصت كل المجهود اللي قمنا به سواء في المكسيك ولا هنا. ولكن نقولوا مبروك للمنتخب التونسي، ان شاء الله هذه مالها الا بدايه، لانه المستوى هذا لازمنا معناتها لازم نقعدوا على الاقل نشاركوا في المستوى الفرق هذه باش نتحسن كره الطايره اكثر، باش ندخلوا اكثر يعني المنافسه وروح المنافسه في المناسبات الكبيره برشا كما بطوله العالم والالعاب الاولمبيه. شفنا ان المنتخب يعني حتى في الماتش نتاع البارح كان قريب من الربح، يعني كان مردود نتاعو تحسن ياسر على المكسيك بالضبط. هذا هو المقابلات اللي من الحجم هذوما هم اللي حسنوا اللاعبين، خاصه في غياب اللاعبين المحترفين اللي عندنا، ما عندناش لاعبين محترفين للاسف، فهذه في المناسبه باش يحسنوا المستوى نتاعهم اللاعبين نتاعنا، وحسوا هذا يعكس يعني عكس مباشره على المنتخب. الحمد لله اللي البارح زاد كنا قربنا من الانتصار، ولكن تعرفوا زاد حنكه المنتخب الكوبي اللي ماهوش مسيل مشي لهين، ولكن الحمد لله نقولوا ان شاء الله الجاي خير ان شاء الله.